بيقول يقول بولس الرسول في رسالته الى اهل روميا، يقول بولس الرسول في رسالته الى اهل روميا ان لكل انسان موهبة معطاة له من الروح القدس، فكيف لي ان اكتشف هذه الموهبة الموجودة معي بي لكي اعمل بها، مع ان انسان لا يوجد لي اي مميزات. يمكن موهبتك انك ما يكونش ليك مميزات، انت كويس. الانسان بيكتشف مواهب الله ليه اثناء سيره في الحياه، ويشوف ايه الحاجه اللي بيقدر يعملها والحاجات اللي ما بيقدرش يعملها.